زي ما اتفقنا، انا هخش افصل الكهرباء وانت تنط من على سور الفيلا وتخش عليه على طول تكتفه في اي حاجه، في السرير، في الكرسي، في الدولاب، في اي حاجه، وزي ما دخلت هتخرج. يلا. انا مؤاخذه، انا سبتك تتكلم، بس انا ما قلتلكش الحمد لله والشكر لله انا طبت عن سرقه البيوت والنط في الفيلا، وطوبه مش عاديه دي، طوبه نصوحه. من امتى؟ يعني من زمان. لو ما قلتليش ليه وانا جاي اكتب معاك العقد واتفق، جاي تحت الفيلا تقولي الكلام ده؟ ها؟ وتشال ايه؟ في المخدرات دلوقتي. انسى المخدرات وارجع حرامي ثانيه واحده. ما ينفعش والله يا عم سالم، ما ينفعش. طالما دخلت عالم المخدرات لازم اقعد فيه مش اقل من سنه وبعدين احول. يعني انت دخلت عالم البحار يا اخويا؟ حاول، هتحضر ماجستير في عالم المخدرات. انسى الحكايه دي وخليك بقى حرامي. امسك. طب افرض اتمسكت. تتمسك؟ اتماسك، انا اللي هوديك الاسم وساعتها هقربك. هتقربني من الاسم؟ ده انت كده وانت كده، ده انت غبي. يعني ايه هقربك من الاسم؟ خلاص خلاص خلاص. طب افرض اتضربت؟ لا من حد اطمين يا حسره اللي هيضربك. وعشان تطمن قوي اي الم حي. ايه مالك؟ انا معافيه. بقول لك اي الم. انت كده هتروشنا يا مثال. انت جاي مضروب بخنقه في ايه؟ يعني كل الم هينزل على وشك ليك مني 100 جنيه قصاده. رايح فين؟ نزل السكينة. ايه ده؟ هي جريمة قتل. اجري. انا اجري مش عاوز اجري. على عالم المخدرات وعالم النيلة. سألت ايه؟ هنزل سكينة الكهرباء. بابي يا بابي، في حرامي فوق، شفت بينط من برجولة عمر. حرامي؟ انتوا متأكدين؟ انا شفت بعينيا. انا مشيتك منين يا زكي؟ ايه يا جماعة؟ صوتكم عالي، خير في ايه؟ بيقولوا في حرامي في البيت. حرامي؟ الحق بلغ البوليس على بال ما اطلع اجيب طبنجة. لا يا بابي ما تطلعش، في حرامي يا انكل سالم والنبي اطلب البوليس. بوليس ايه يا بنتي؟ ده على ما يجي البوليس كل الحرامي سرق وهرب. مال الناس اسمه زكي ده فين؟ زكي في الحمام. يا فرحة امك بيك يا بنت. زكي اطلع بسرعة يا زكي. زكي. ايوان. الحق يا زكي. ايوان. اطلع بسرعة، ده في حرامي فوق. قولوا له جاي. انت بتعمل ايه ده كله؟ يا زكي زكي الحقنا يا زكي. ايه 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 في ايه؟ في حرامي فوق، اتفضل اطلع له انقذنا. طب لما النور يجي اديله كشاف يا مندة. شوفيه زومبري. هو حرامي اجنبي؟ ايوه فرنساوي. اطلع له يلا بسرعه. يلا يا زيد. انت بتعمل ايه؟ بقلب له نور ليكون نازل بسرعه ولا حاجه. يا سلام. أنا الحقيقة أنا ما كنتش عايز أطلع، بس هم الجماعة تحت مصرين إن أنا أطلع. قلت أشوفك جايز محتاج حاجة ولا بتاع. أستاذ حرامي أوعى. أنا عارف ما أوعى تتحرك. سبحان الله، ده أنا واقف بقالي ساعة بكلمك من هنا تقوم تيجي من هنا. ده يعني ما شاء الله عليك. ما أنا مش حرامي عادي. ايوه وانا برضه هسرق عادي. اتفضل نور لي كده. اتفضل اهو انا جاهز وكل حاجه. اخلص. وادي الساعه، ادي الساعه، وادي المحفظه فيها بطاقتي وفيها كل حاجه. وحضرتك تسيب لي عنوان البيت، ويعني ما تعرفش نفسك المخاطر دي. سيب لي عنوان البيت وانا هجيب لك كل حاجه لغايه عندك. لغايه عندي؟ انت تضربني؟ اجيب لك الحاجه سخنه وزي الفل، ما تخافش. تصرف يا سالم، بلغ البوليس. بوليس ليه؟ مزاكي قدها ودود بسعادتك دايما تقول عليه كده. خلينا نشوفه هيعمل ايه. صح يا انكل سالم، هو مش المفروض بودي جارد؟ يبقى يتصرف. سيفني يا جرام بروبلام كاسك اليار. عندك مزروع في الجنينه. انا هروح اشوف سكينه النور ليكون فلوس ضارب ولا حاجه. مين؟ زكي ابن جهتي؟ بيوم ابن حتتي؟ زكاوة مومي. ايه يا ابني انت ايه اللي جابك هنا؟ ومين اللي ربطك الرابطه السودا دي؟ ده حمار ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا انت مش كنت تبت؟ تبت يا عم، بس ابوك هو اللي غواني. ابويا؟ ايوه ابوك، عارفه؟ لقرع؟ ايوه بيجي عندنا. ما هو ده بقى اللي اتفق معايا. ايوه ما انا عارف، ما هو مفطمني على كل حاجه. يعني هو انا كنت هسيبك تربطني كده؟ هو يعني ما انا قلت يعني ما فيش اي مقاومه منك. معلش يا ابو. وانت كمان والله بتتقطع ايدي قبل ما تربطك اخويا. يا نهار اوسد، معقوله؟ لا ولا يهمك يا بيوم ولا يهمك، بس المهم بس تجيب الساعه قبل ما تمشي. يعني عيب يا جدع انت، ده انا زودها لك. لا يا عم، هي مقدمه لوحدها. معلش يا ابو. وانت كمان يا زيكو. ابوسه يا والله وحشتك. بوسه وانت مربوط كده؟ عادي. ماشي. بيت زلومتك يلا.
حاجه. بس افرض انا كنت اتعورت عليك كده ولا حاجه ورحت ضربك بنيه ولا سكعك قلم ايه؟ ده انا كنت هتجن انك انت تتنرفز عشان تسكعني قلم. مفيش، ما هو القلم واقف عليا ب 100 جنيه. ابويا اتفق معاك على كده؟ يا معفل من جاي تسرق خيرك بيه. وصلنا كام دلوقتي؟ وصلنا 700 في 200. يبقى ليه عندك قلمين؟ ماشي اضرب كمان قفلهم لباكو باكو. اضرب اضرب كمان، عايز اتوب. ما كنت تبت من تانية قلم وريحتني. كفايه كفايه زكي يا ابني، يا بختي من قدر وعيف دي كده خساره. خسارة؟ قصدي خسارة في الضرب. ولو ولو. كفاية كفاية، هو مال سايب. خلاص انا هودي الاسم بايديا. بس خد بالك لحسن يهرب منك ولا حاجة. انا مكتفولك 600 حتة اهو. يهرب قدامي يا ابن الخايبة، اتنطط. يلا يا اخويا يلا.